السلام عليكم. دخله زوينه هذيك نبدلو داك يو دري معكم يشوف فيديو جديد معكم. طلع لي داك الانترو فراسي مون دابا خاصك تشوفوا الجديد فهمتيني لحقاش رجعت للاصال بديت كنطلع الفورما ومضروري خصني فليكسي عليكم فهمتي بلي راه رجعت للاصال فهمتي فهمني. اليوم عندنا حلقه ديال ترول تايم اللي غتولي هي الرئيسيه في فلاشين. غنساو علينا رياكسيون خطيره جدا جدا. علاش غتقولوا لي علاش طبيعه الحال حقشتو من 20 ديالي وديال رياكسيون خطيره جدا جدا؟ غتسولوني وانا خصني نجاوبكم على داك السؤال ديالكم. بنادم ولا تيدير داك الحلقه بحالي نفسها نفس داك الشيء اللي تنديرو انا تيديروه هو فهمتي بلا ما نقصد ونهضر. لهذا فهمتي كيقول لك خليف تعرف انا الناس فاش ولاو كيديروا فحال داك نفس داك الكونتون غنبدلو انا كاع نولي راه 2016 وانا تندير رياكسيون فهمتي. باش يكون بنادم فاهم يقول لك شنو قلت شي واحد راه انا هو بديت قبل بديت انا وسكوزا اللي كنا كنديروا لي رياكسيون شحال في 2016. ولا عندكم شي ترولات شي ترول تروليتو عليا ولا شي ترول عندكم شي هرب بغيتو تصيفطوا ليا صيفطوا لي في انستغرام كونت ديالي تما راه ديما انا اكتيف تنلوح لكم ستوريات تنلوح لكم دي بوست بزاف ديال حاجات. كونوا حاضرين معنا وما تنساوش لايك اخوتي ما يمكنش اخوتي حنا قدام في يوتيوب وباش مؤخرا باللي ريتش في يوتيوب داك يطيح انا عارف باللي مشكل ديال النوتيفيكاسيون داك الشيء علاش حيدوا الجرس وردوه فيه الهضره بزاف راني عارف. خليكم مع الفيديو. فاش كتكون مكتئب ومقلق وكتفكر واحد الدانو كنتي مخبعو في الفريغو ورا المعدنوس ضروري ورا المعدنوس لحقاش حنا الثلاجه المغربيه ضروري كنحطو فيها شي لعيبه تلقى الوالده حاطاك فيها شي الخل شي فم ديال جداتك حاطها في شي كاس تما نص حامضه مقسومه ومحطوطه تما عندنا الثلاجه ديال اينيك. ولكن فاش كتكون مخبع شي دانون ولا شي لعيبه مناظر ولا شي عجبتي انت تبقى فرحان وخا تكون شي حاجه بسيطه تديرها درهم فهمتي غير عصير ديال الابطال ما دايرش اشهار. المهم ابطال ديروا معايا مزيان راه درت لكم اشهار. الاستاذه شنو كنسميو بلاصه فين كيكون الزبل؟ انا مكب النفايات الاستاذه. وعلاش كتب عقل بنات 2004 تجبدوا لنا دابا المشاكل مع بنات 2004 تيتفرجوا فينا؟ لا لا والله لا نتوما تستيزات. المهم بالرجل نهضروا بالرجل بنات 2004 2003 2005 كيكونوا فهمتي يعني فائض في الانتاج عندهم يعني كتلقى بنت 1998 ولكن يعني ما فهمتي ما كايناش الرجوله يعني نكونوا صريحين. دوزوا عندنا انستغرام. فاش كدوز اخر ماده في الوطني وكتدخل الدار وكيبانوا لك كتوبه شالوا العافيه داك الشيء راكم فاهمين. المهم بلا ما نكمل عزوز كنشوفك المهم شعلوا العافيه في داك الشيء. وكاين اللي كيقول لك راه يونس كيدوز الباك داك الشيء علاش راه غابر؟ لا راه ما كندوزش الباك انا الباك راه جراو عليا منه فهمتي ما انا دوت القحبه عاوتاني. لا لا صراحه ما جراوش عليا انا ما بغيتش نكمل فهمتي لظروف خاصه. دابا نعاود لكم في شي ستوري في القناه الثانيه. البارح دزتي من حدايا وما زعمتش نسلم عليك هي اويلي عادي ما خصنا نضرب الصوت ديال الدريه اويلي عادي كون غير جيتي مالك. وهي فاش كتكون غاديه في الزنقه شو كي كتكون دايره وفاش تمشي عندها للفيسبوك تقول لها راه شفتك ديجا تكون انت باقي شخصيتك شويه طايحه ما تقدرش تمشي عندها ولا الديغنيتي ديالك عاليه شويه ما تخليكش تمشي عند شي دريه الزنقه. انفلونسور عاقوا به نصاب نخرج فيديو نبكي فيه ونقول لهم انا هادشي كنديرو باش نصوبي والديا وراسي ونعاني والديا ناري. بصراحه فهمتي الا كنتي انفلونسور وطراك شي بلان خرج عند لي فونديك وقول لهم دير داك البلان فهمتي راه حنايا مغاربه تيعجبنا داك الواحد اللي تيصارحنا فهمتي صارحنا وجينا نيشه نقول كندير داك اللعبه. انا يعني في المستقبل الا درت شي بزله وعقتو بيا العشران انا نقدر انا كندير البزلات انايا في خلف الكواليس ولكن داك الشيء راه ما تعيقوش بين نتوما. شي نهار الا تفضحت هاني غنطلع في فيديو نقول لكم والله عشراني درتو فهمتي سمحوا لي وكذا عاد ونكمل هذا مابقاش عليكم ما درت في بلان. اي واحد تيدير مشاكل في حياته فهمتي اي واحد عنده خفايا في حياته وتيدير شي بزله مره عادي داك الشيء عادي علاش حنا تنبقاو نعم اسكت ونص. واحد السونغ حمقاتني ساند نودز ات المهم مزيان اختنا تتفاهمو فهمتي اللهم قوي بحال هاد الدريات هادو تتفاهمك بلا ما تصدع راسك تقول لها واحد السيمانه وانت تقول لها كنبغيك فهمتي وانت تكون حازق ديك الساعه فهمتي ما عندكش كي دير تقضي الغرض كتبقى عليها كنبغيك لا جو تيم والله الا انا كنحس براسي كنعرفك من شحال هادي وانت عاود الحرام باغي النوتس فهمتي مور 12 فاهمك خويا اشرح حوايج مي حوايجنا فهمتي وخصنا الا كان خو قدك صافي شريتي بياسة مشات له. انا باي ذا واي ما عنديش خويا قدي انا هو الصغير فهمتي تنشري حوايج لراسي ولكن عاوتاني تنعاود فيهم البيع نجي شي بياسة ما شريتها وتصيدت فيها تنعاود فيها البيع تنحشيها لشي عشيري فهمتي
خصك تكون دماغ use your mind. شريت تليفون ايوا بصحتنا هاد الخير مشرم عليه يدلك الرو داو خصنا لك ايفون 11 برو ويلي ويلي الواليده فين هي داك السبرديله الخضراء اللي كانت هنا الواليده ورميتها الواليده الله يخليها للجميع واللي ما عندهاش مول الله يرحمها مسكينه فهمتي اي حاجه تلقاها شي حاجه يعني ما عندها ما معرفاش تلقاها كترميها فهمتي تلقى ايربود تلقى ايربود ترميها مشى انا عندي كونت نتفليكس صاحبي عندنا كونت نتفليكس فكرني هاد الستوري فكرتني فواحد خونا يعني بالرجوله عطيتو كونت نتفليكس شد كونت نتفليكس بدل له الكود وداك الشيء كامل وقال لي مثلا عارفكش مابقاش كيبغي يجاوبني فهمتي عاد يكون نشدك اخونا فاش غنزوجو ان شاء الله غادي يكون عندنا نظام غذائي خاصك تعرفوه يلا هلا لا قولي ليا اثنين والخميس صايمين الحمد لله بدينا في الصيام والله يلقاك الثلاث نتغداو عند ماماك الاربع نتغداو عند دارنا باش ما يبقاش فيهم الحال الجمعه نتغداو ونتعشاو على برا ياك بغيتي تسيزيني السبت نديو غير بيتزا بحال اللي تغدينا برا بالتلعب لحد كيكون التخمال ديال الدار يعني غيكون العدس اش بان ليك مزيان ياك لا حول ولا قوه الا بالله انت باغا تردينا بحال الصوماله بنت العبد حنا بنت كيتزوج باش يتفورما والزوجه ديالو تبقى توجد له لي روبا باش يفهمتي الا كان كيتريني صحاح وكذا فاش كتقول لجارك راك دخلتي الويفي جارك دخلنا الويفي كيطرطق لك المطباس ويلي ويلي كتبقى تقول من انا عندي 200 ميجا ودير الفيبر وهادشي عندي ثقيل وغتشوت عند اتصالات بقاو تسبوا فيهم اتصالات راه مزيانه فهمتي اتصالات راه مس بخير تقولش تسبو اتصالات راه ما درت والو جينا نطلع عند جارك وخلي ضربوه فهمتي اتصالات ديري معنا مزيان دوزي عندنا البريفيو فهمتي ميزي عند خوك دبري عليه راني حازق رابور اجنبي لا حطراك مقود طوطو بغيتي تقول حنا طراك طوطو كيمشي يشوف غير داك الرابور اللي ما عرفش كيمشي كيدير له الراو داو فطاك يديو كيعاودي طوطو ويلي ويلي انا نخرج اليوم الحبوب غنخرجوا اليوم صراحه يعني انا شحال وانا غابر ونهار بغيت ندير هاد الفيديو خرجت لي هاد الحبانه اللي تشوفوها شي عاد خرجت هاد الصباح حتى الجسم ديالك شاد معاك الضد فاش كتخاصم معاها وكتقول ليها اللي بيناتنا ساهله صاحبتها راه ديناها للسبيطار ناري هاد البلان هذا كان خدام شحال 2013 هكذا كتكون مصاحب مع شي وحده ما كتقول لها نتفارقوا تبقى تصيفط لك يدها مجروحه ولا داخله شي سيو في يدها زعما السيروم ولا تجي صاحبتها تقول لك اخويا راه سخفات قبيله وما عرفناش مالها واش انت عرفتيها مالها ويلي 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 تناكش ناري دابا تخيل معايا شفتي غدوز في هاد الموقف هكذا شوف غير الوزراء دايرين بيك وما شكون هادوك غير القياد فهمتي غا دايرين بيك وانت كدوز ودير داك الكاسك هنايا والكمامه هنا والصهد والعرق وانت ما حافظتش وكتنسى لك كلشي الحمد لله اللي زرعوا ليا من الباك ها زعما مبغيتش نكمل فهمتي ما انا دوت القهبه عاوتاني وبروجو راك ناوي ندير الكيت هاد العام فهمتي باش نقل وننجح ولكن الحمد لله اللي ما كملش شمسي اصلا الظروف جات مخربقه ناري راسي العاده بدوز في هذا الموقف بالرجوله فاش كيلقاوكم ما عقمش النقله لا دار ماشي ما عقمش النقله هضره واقيلا الدبز مع امو البارح ودعات في قتل الله يلقيها لك وتصبح شي دوز امتحان ولقى شوف شحال دايرين بك ديراه ها وضربونا على الصحافي اللي واقفين تيصور فيه فهمتي انا بانت له شي نقيله هنا تشق رابور مشيت يا خويا شنو دايره معاك فهمتي حتى انا كنا وصلنا لاخر ديال الفيديو اخوتي نتمنى كاجيكم الطرولات اللي دوزنا اليوم سيرشينا لايك كومونتير زوين اخوتي لي زابوني واش ولات لاشين غاديه كتحبوا وصلنا هاد 200000 في 10 راس نتعصب دغيا صاحبي وصلنا 20000 فاش ديركم دوزوا لنا انستغرام تيتي تستوي دوز انستغرام فهمتي تنحبكم كاملين بيس الله وتنطلقوا في الفيديو الجاي